بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره بتشوف القناه اضغطوا على مربع الاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك الجديد، لايك وشير للفيديو فضلا وليس امرا. مثل ما انتم شايفين اصحابي، اكيد كلنا في القرع ده موسمه او اليقطين، كلنا بنتعب في تقشير القرع. القرع متعب صراحه في تقشير القرع، وبالذات لما تكون القرع يعني او اليقطينه حجمها كبيره، بتكون فعلا يعني محتاجه سكين حامي واشياء. النهارده جبت لكم طريقه سهله جدا هنقشر فيها اليقطين او القرع او القرع، القرع العسلي احنا بنقول عليه، او بيستخدم حادق وحلو طبعا، بدون سكينه بدون مقشره بدون اي حاجه. لايكات وشير للفيديو لو سمحتوا، انا مثبته تعليق قناتي الثانيه، زي ما دعمتونا هنا دعمونا في القناه الثانيه، هتنتظروا فيها وصفات جديده وحصريه. التعليق مثبت تحت الفيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس لو سمحت، لايك وشير. يلا نبدا الوصفه. طيب اصحابي، انا في السوبر ماركت هنا بيقطعوا هم اليقطين كده انصاص وبيبيعوه بالكيلو مش بالواحده. لو انت عندك واحده هتقسميها نصين وهتاخدي النص، اوكي؟ اخدت النص مثل ما انتم شايفين، قطعته قطع صغيره اهي، شلت لسه القشره موجوده فيها، شلنا القلب اللي هو داخل هذا اللي هو بيبقى الالياف واللب اللي داخله. وطبعا الناس اللي تحب تقشر بالسكين تقشر بالسكين، لكن احنا النهارده هندي فكره سهله وسريعه ومتوفره. اصحابي قدامك حل، اي طبق عندك بيدخل الميكرويف هتروحي حاطه قطع القرع مثل ما احنا مسويينها كده، وتروحي مغلفاها بالبلاستيك راب اللي بنغلف بيه الاكل او البلاستيك فيلم، وتحطيها في الميكرويف 5 دقائق، اوكي؟ طيب او اللي ما عندوش ميكرويف برضه هنقول له، او بدون طبق وبدون حاجه في اكياس الشواء اللي بنشوي فيها الدجاج في الفرن اللي هي الاكياس الحراريه، هحط فيها الاشياء وهقول للناس اللي ما عندهاش ميكرويف تعملها كيف. خدي، حطيت القرع اهو في الكيس وهقفله باللوك ماله، هذا اللي بيبقى جاي مع الكيس. قفلنا الكيس اصحابي بسكين، هنسوي فتحه هنا وفتحه في الجانب الثاني بس اهو، وهدخله الميكرويف 5 دقايق. طب لو انت ما عندكيش مايكرويف، اي صينيه فيها صينيه عندك الومنيوم ولا اي حاجه هتحطيه في الفرن وتغلفيه بالبلاستيك، مش بالبلاستيك بقى، هنحط الالومنيوم فويل واللي هو ورق القصدير، ونحط القرع في قلب الصينيه متغلفه بالالومنيوم فويل ربع ساعه في الفرن، هتديكي نفس النتيجه. هدخلها 5 دقايق ونرجع نشوف النتيجه مع بعض. هنا اصحابي اهو، بعد ما خرج كيس القرع من الميكرويف هنقص الكيس، طبعا حاسبه عشان ايديكم عشان بخار الميه. بسم الله. طبعا اللي يحب يحط القرعه كامله اهي، شايفين اصحابي؟ بسم الله، القرع خلاص اهو، شايفين لين تماما اهو، هذه القشرة. بس طبعا انتوا انتظروا عليها تبرد، بس انا عشان ايه اختم الفيديو اهو، شايفين القشرة بتطلع بمنتهى السهولة اهو، هذه القشرة اهي طلعت، وبقى معاكي قطعة القرع او اليقطين، هتقدري تشتغلي بيها بقى شوربة، هتعمليها حلو، تقدري يعني اي ما تحبوا. طبعا يا رب النهاردة الفكرة تكون عجبتكم، لايكات وشير للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، واعتقد هذه فكره حصريه ما حدش سواها قبل كده في اليوتيوب. ولو سمحتوا ما تنسوش اهي، شايفين؟ بس انتوا بنتظروا بس عشان ايديكم لما يبرد شويه، وفي الفرن هتاخد برده من ربع ساعه لنص ساعه حسب حجم القرع. لو انت مقطعاه صغير هياخد وقت اقل، وتغلفيه بالالومنيوم فويل هيطلع معاكي تحفه. اهي فكره جديده وحصريه، ولا تعب ولا تعوري ايدك ولا اي حاجه. وفي ناس كتير ما بترضاش تجيب القرع وتشتغل فيه بسبب تقطيع القرع. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، لايكات وشير للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، واشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.